لكم ايضا مشاهدي الاخباريه، لكافه مشاهدي الاخباريه تحيه من هنا من محافظه حلب شهباء عروس الشمال السوري، التي تشهد كما مثيلاتها من المناطق المدن والمحافظات السوريه المسيره العالميه التي اراد من خلالها السوريين ان يثبتوا لكافه العالم، يثبتوا حبهم العميق لهذا الوطن الذي احتضنهم على مرور هذه السنين. حلب اليوم حلب اليوم توافدوا من كل صوب وحد، من ريف حلب القريب والبعيد، من المناطق في مدينة حلب إلى هنا إلى ساحة سعد الله الجابري الرئيسية الواقعة وسط المدينة، جاءوا لكي يعبروا عن حبهم وشكرهم العميق لهذا الجيش العربي السوري الذي يقف ضد الهجمات الإرهابية المسلحة التي استهدفت سوريا. جاءوا لكي يقولوا شكرا لكافة المواقف الدولية سواء الروسية أو الصينية التي وقفت بجانب الشعب السوري. يعني ربما لا يخفى على أحد معاناة هذه المدينة، معاناة هذه المحافظة في الفترة الأخيرة من التشجيش الإعلامي الذي بدر من قبل لن أقول بعض الفضائيات بل العديد من الفضائيات المسيسة التابعة للمشروع الصهيوني الأمريكي، والتي للأسف أن من ينفذ بعض تلك الأجندة الإعلامية هم قنوات كما قلت آنفا هي قنوات عربية. اليوم أعود إلى صاحب سعد الله الجابري ربا. نعم اليوم أنس. صاحب سعد الله الجابري اللافتات الأعلام الوطنية السورية. نعم أنس. الأغاني الوطنية. نعم. إذا كنت تسمعني أنس أتمنى أن فقط نسمع أداء القسم الذي يؤديه أهالي حلب في هذه المناسبة. إذن رفعت الأيادي لأداء التحية للنشيد العربي السوري وأيضا للعلم العربي السوري الذي يرفرف في ساحة سعد الله الجابري. أنس إذا كنت لازلت معنا، هل من خصوصية فعلا لهذا التجمع في ساحة حلب اليوم؟ لم أسمعك جيدا ربا. نعم الآن تسمعني. نعم. سألتك كنا نتابع قبل قليل آراء المواطنين من العربي أو المواطن العربي السوري من ساحة الأمويين في دمشق، لكن هل من خصوصية لهذا التجمع في حلب؟ خصوصية هذا التجمع هو كما ذكرت أنت، خصوصية هذا التجمع أن أبناء حلب جاءوا لكي يعبروا عما في داخلهم، يعبروا عن مشاعرهم تجاه وطنهم الغالي، يعبروا عن في قلوبهم تجاه يعني هذا الجيش العربي السوري. سأبقى أنا يعني مع من هم جاءوا اليوم، مع الأصوات الحلبية السورية هنا في حلب، مع مشاعرهم بداية يعرف التي أردت أن توجهها من خلال تواجدك في ساحة عبد الله الجابري. نحن اليوم حبينا نورجي العالم بدايته أنه بعد سنة من الضغوطات من ثلاث أرباع دول العالم تخلي اي قائد كان عم يضغط علينا او اي دوله كانت تضغط علينا، شغل التلفزيون وتشوف ساحات الوطن، شوف الشعب الكبير اللي بعد كان له ضغوطات ضل ملتف حول قاعده وحول الجيش، حلب رح تبقى صامده مهما عملوا، سوريا كلها رح تبقى صامده، سوريا قريبا بدها تنفض الغبار وترجع احسن من قبل ان شاء الله قياده بشار الاسد وفضل الجيش العربي السوري. كمان انتقل الى مواطن اخر، مرحبا. أدواتكم. نحكي وجودك هون بساحة عبد الله الجابري، شو حبيت شو حبيت تقول؟ اليوم جدد البيعة للقائد، لأنه بعد كل شيء كل هالضغط اللي عشناه بسنة كاملة ما حدا حس فينا، وكل القنوات حاربتنا، نتمنى الكل القنوات السورية ويتفرج على المحافظات شلون كلها بتجدد البيعة للقائد. بحب أحيي الجيش وأحيي كل مين وقف وأحيي الشاشة السورية كمان الأحمر. نعم. سأنتقل أيضا إلى سيدة يعني رأيتك منذ قليل تهتفين بأعلى صوت للجيش وللسيد الرئيس، وجودك في الساحة نتكلم عن مشاعرك، ما الرسالة التي أردت أن توصليها من خلال تواجدك في ساحة عبد الله الجابري؟ أنا بحب الرئيس والله معه والدنيا كلها مع الرئيس، بشار الأسد بالروح بالدم نفسيك يا بشار،
الله وسوريا وبشار وبس. ايضا لا دنيا ولا عالم ولا الدنيا كلها ما بشار ما بقى في حال. ايضا انتقل الى يعني اليك ايضا، ماذا تريدين ان تقولي عبر الاخباريه السوريه للجيش العربي السوري؟ اقول نعم للجيش العربي السوري، واقول للمسلحين صفوا سلاحكم الى جانب الجيش العربي السوري وليس على الجيش العربي السوري. هذا وطننا غالي كثير، قدموا التضحيات من هجرة ضد إسرائيل، ضد أمريكا، ضد الصهيونية، مو ضد الجيش العربي السوري. ونحن مع مسيرة التأييد والإصلاح والتطوير بقيادة الرئيس بنجدد لهم دورها مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. شكرا لك. أيضا إلى 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 سيدة أخرى. نعم، أناشد كل شعوب العالم الشرفاء أن يقفوا إلى جانبنا، إلى جانب شعب سوريا الحر الذي يكافح ويناضل منذ سنة كاملة، وهو يكافح ويدافع بدمه وبكل ما يملك ليثبت للعالم جميع لأننا شعب حر، شعب صاحب قضية، شعب يحمل كل أطرف كل الحضارات. فهذا الشعب ممكن أن يكون دموي؟ لا وألف لا. والسيد بشار الأسد هو تاج على رؤوسنا جميعا. أنتقل إليك أيضا إذا بقي معنا وقت ربما. نعم أنس، باختصار لو سمحت. تفضلي. نعم. نقول نحن جايين هلا على الساحات، نحن الشعب الحلبي نعبر عن حبنا للدكتور بشار، ونحن انه ايد وحده كلياتنا الشعب الحلبي. وبحب اقول سنة شكرا لوسيا وشكرا. نعم، شكرا جزيلا لك أنس رمضان، فعلا نقلت لنا صورة ومشاعر المواطنين السوريين الحلبيين الذين تجمعوا في ساحة سعد الله الجابري، وهذه المشاعر الفياضة التي